بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث إن شاء الله في الآية 100 أو الآية 17 من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هو مثل، إذن هو مثل. والمثل في القرآن ممكن يكون له وجوه ودلالات مختلفة. نحن اليوم إن شاء الله نمشي في مسار في فهم هذا المثل. إذا بتلاحظوا أنزل من السماء ماء، طيب نزل الماء، هذا مثل. الآن ننتبه إنه مثل. كذلك يضرب الله الحق والباطل، إذن هو مثل في الحق والباطل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ليش بقدرها؟ يعني قدر ما تحتمل الأودية، والأودية منها الواسع ومنها الضيق شيك. طب ليش بقدرها؟ لأنه حتى يكون المثال دقيق، لأنه أحيانا إذا كان الأمر فوق ما تطيق الأودية بيصبح فيضانات وما بيصلحش المثل هنا. فسالت أودية بقدرها. الآن السيل ماشي، السيل ماشي، فاحتمل السيل زبدا رابيا. زبد ايش يعني رابي؟ بتضخم. كل ما مشي السيل بيزداد الزبد وبيكبر رابيا. ايوه بنفش منيح، لانه ممكن من معاني انه رابي هو صحيح بيزيد، بس بيزيد في اي صورة من الصور الزيادة؟ التضخم. كيف الربا؟ الربا لما بيزيد في اموال الناس وبتضخم في اموال الناس الربا. زبدا رابيا، وبتلاحظوا انه الزبد بيبدأ يكون على الجوانب، على اليمين وعلى اليسار، واذا في شجر بيعلق الزبد في الشجر. لكن في نهاية مسيرة السيل شو بكون؟ الماء صافي، بكون الماء صافي. اذا الزبد هذا شو كاين من اصله؟ كاين شوائب موجودة في الماء او في المنطقة اللي بيحتك فيها الماء. لكن في النهاية شو بكون عندنا؟ ماء صافي. ومما يوقدون عليه في النار، هاي مثال ثاني. المثال الأول مسيرة لسيل، زبد بينتفش وبينتفخ، بعدين على اليمين وعلى اليسار، تمام؟
في الاخير ماء صافي، مسيرة صافية. ومما يوقدون عليه في النار، هاي كمان مثل، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. كيف يعني مثله؟ الان اذا بتلاحظوا في صناعة الذهب او الفضة او الحديد او النحاس او نار وصهر، واثناء هذا الصهر مش هيك لخام مثلا الحديد او الذهب او شو بخرج عندنا؟ زبد. كان شوائب، هذا كانت شوائب مختلطة. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، وغالبا الحلية غالبا في الذهب والفضة، او متاع، وغالبا في ايش؟ في الحديد وما يشبهه. ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. الزبد الاول نتيجة مسيرة، مسيرة ايش؟ ماء، اللي هو ماء. والمثل الثاني حرارة وصهر، حرارة وصهر شدة، زبد مثله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. هناك زبد نتيجة ايش؟ مسيرة. وهون زبد نتيجة ايش؟ شدة، نار، صهر، بيطلع زبد. كذلك شوفوا، يعني مش الآية قالت زبد مثله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مشان ما تنسوش انه المثل من اجل ايش اصلا، لذلك شو جاء؟ جاء بهذه الطريقة. كذلك يضرب الله الحق والباطل، ما تنسوش المثال. اذا فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. معناته كل اعداء الدعوة الاسلامية في حينه، لانه صراع حق وباطل، لما نزلت هذه الايات كانت تبشر مين؟ اولا تبشر المؤمنين انه ديروا بالكم محسومة، لانه هذا الحق والباطل هذه قوانين الله الكونية وقوانينه الاجتماعية. لانه كثير من القوانين اللي خالقها الله تحكم الكون والسنن الكونية تنطبق في عالم الاجتماع البشري. فهنا المثال في سنتين كونيات، سنة تتعلق بمسيرة الماء، وسنة تتعلق بصهر المعادن وما ينتج من زبد. أما الزبد فيذهب جفاء، يلقى به ويطرح بعيدا. الزبد والمجافاة على فكرة، والجفاء والتجافي، كل هذا بيعني تباعد بعد قرب، تباعد بعد ما كان فيه قرب. لذلك شو قال ابن زيدون؟ هو اللي قال ما أدري في أضحى التنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. مش هيك قال؟ هو ابن زيدون هذا ولا مين؟ ابن زيدون. وناب عن طيب لقيانا تجافينا، معناته دقيق في استخدام التجافي. لأن التجافي ايش بيكون؟ تباعد بعد ما كان قرب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هم في المضاجع تتجافى جنوبهم.
بس ليش تتجافى الآن الجنوب على المضاجع؟ انتم ملاحظين؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، يلقى به ويرمى وينبذ على الأطراف. ما هو هذا اللي بدها يا البشر؟ وأما ما ينفع الناس، ينفع الناس إذا موضوع الحق والباطل في النهاية هو إيش؟ منفعة البشر. الحق والباطل شو هو؟ منفعة البشر. هو الله سبحانه وتعالى جعل منفعة البشر حق، نعم، هو اللي خلق الإنسان المكرم هذا ونزل له الرسل لأنه مكرم أصلا، مكرم أصلا، والحمد لله رب العالمين. هذا أول بداية الرسالة، لأنه هو مربيهم وبده يعلمهم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. طيب نشوف، قلنا حصل مع الصحابة ولا ما حصلش؟ لما بتقرأوا التاريخ اليوم، الزبد هذا، الزبد هذا شو صار فيه؟ انتهى. وين أبو جهل؟ وين أبو لهب؟ وين 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 عبد الله بن أبي بن سلول؟ وين 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 دعاة الشرك إلى آخره؟ وين؟ أما زبده فيذهب. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وبالكم يعني في زماننا بيحصل ولا بيحصلش؟ هو القوانين تتوقف اللي ذكرها الله هون، قانون قوانين كونية، مش عم تتوقف في الجانب الاجتماعي أيضا. نشوف، طب نأخذ في حدود حياتنا وما شفناه نحن، ما شفناه نحن. عشنا فترة كانت مثلا الشيوعية منتفشة، منتفشة، ومشيت هالمجتمعات، هاي المسيرة، لاحظوا، مشيت، مشيت المجتمعات. وين هو الآن الشيوعية؟ وينها؟ طيب لعلمكم، هو الأمة كانت متخلفة، الأمة كانت متخلفة، وهذه المشكلة، إنه كثير من الناس ظنوا إنه واقع الأمة هذا هو واقع يعني ثابت ما بتغيرش، وبالعكس الأمة عم تتغير كثير لما بننظر وين كان واقعها وتخلفها وين الآن صارت. لأنه العبرة، على فكرة، العبرة فكر الأمة، فكر الأمة ووعيها. إذا هذا الوعي والفكر ما بتم تفجيره من خلال التعليم والتثقيف والتربية على أرض الواقع، بتغير شئت أم أبيته، بس بتطول المسيرة شوية. يا منتعلم منتثقف ومنوعة أو مندفع الثمن، ولكن في النهاية إيش يعني هالسيل هذا؟ يعني بده يمشي له 5 كيلو ولا 10 ولا 20 كيلو السيل بده يمشي حتى بعدين في الأخير تصير المسيرة صافية؟ هذا بلعب في عوامل كثيرة. قديش بيكون في ناس قادرين يفجروا الوعي في الأمة حتى ما تطول مسيرة هالسير؟ والصهر، الصهر، الصهر هذا، الشدة، لاحظوا، مسيرة وشدة وحرارة وصهر وبريستو اللي ينضج الأمر بسرعة، والزبد يبين. يعني بدون المصائب برضو ممكن الزبد ما يبينش. نفحص، قلنا شيوعية، احنا وينه شيوعية؟ وينه؟ كأنه ما بنفعش الناس، ما مكث في الأرض. وين الإسلام؟ هيو وين الإسلام؟ هاي الغرب كله بيقوم مشان يوقف في وجهه، هاي العالم كله بيقول لك شو هذا؟ وين الإسلام؟
طيب الآن والعلمانية يا أخوي أنتوا هلكت شايفينها أركانها كلها إيش؟ بيهتز. ليش طول أكثر من الماركسية؟ والله الماركسية كانت محاولة لإنقاذ الرأسمالية أصلا وهي ظهرت في المجتمعات اللي أصلا هي رأسمالية، لمحاولة إنقاذها ومحاولة مخفقة ما ضبطتش، هي في إطار الرأسمالية الماركسية أصلا ما ضبطش. الرأسمالية أكثر مرونة من الشيوعية طال عمرها، لكن أنتوا عم بتشوفوها الآن بتسارع الأمر، تظهر دول ثانية بتعاني الرأسمالية من مشاكل في أهم أركانها الاقتصاد. طب وشو أخلاقهم وشو تفاصيل الآن مش وقته. طيب نشوف أنتوا لا قصدي مش أنتوا، أباءكم قبل 67 كيف كان تفكير الناس، وبعد 67 كيف صار تفكير الناس؟ طب بلاش 67، قبلها 48 الصدمة هذه اللي جت للعالم العربي والإسلامي، قبلها وبعدها الصدمة الثانية، هاي مسيرة وشدائد، هاي مسيرة وشدائد قبل 48 وبعد، وارصد ايش صار في الأمة، لأنه دير بالكم هذه قضية مباركة، فلسطين لها الدور في التغيير في العالم، الأرض التي باركنا فيها للعالمين للبشرية قبل 48 وبعد، شو صارت متغيرات قبل 67 وبعد، وعي الأمة بعد 67 زي قبل؟ أكم من الأصنام سقطت والأفكار، جت الانتفاضات، انتفاضات وأحداث هنا وهناك في العراق وفي غيره في الأول، تغير التفكير ولا ما تغيرش؟ انتوا شايفين أفكاركم عم تتغير ولا مش عم تتغير في اتجاه الصح ولا الغلط؟ قديش في كلنا أصنام في عالم الأفكار، كنا نعد في عالم الفلسفة والأفكار اللي كل فكرة لها كهنتها، كل فكرة وين ما تظهر تجد لها كهنة في وأتباع، هذه الأفكار إيش صار فيها؟ تسقط، وما يمثلها من أشخاص وقيادات إيش يصير؟ بسقط. وفلسطين دير بالكم، فلسطين راح يظل لها دور في الكشف، وهذه المسيرة اللي زبد، هذا زبد. في الأول انت مش شايف في المي، في الأول انت مش شايف في الذهب والفضة إلا بالشدة، الزبد هذا في النهاية بيروح والمسيرة بتصفى، الأمة بتوعى، فيش مجال يرجعوا لورا، طيب واليوم، اليوم هايهم القدس والقضية الفلسطينية تكشف عورات كل الأنظمة وكل الادعاءات، ايش بيعملوا؟ إسرائيل في أضعف حالاتها، وقيادات إسرائيل يشكوا في بقائها، ومع ذلك الوقاحة، وشوفوا كيف فلسطين تكشف عورات كل هذول الناس اللي هم أصلا لصوص فيش قيم، فيش مبادئ، بنتموش لأي حضارة، كانوا هذول أفعى في عبنا كاينين، بيؤمنوش في حضارتنا بالمرة، يكفرون، كيف يكفرون؟ شوفوا
نعطي في التاريخ شوي. اولا قامت 48 وضعت فلسطين، صف على العالم الاسلامي، بدوا ينتبهوا الناس وصاروا يحكموا على الناس على ضوء موقفه من قضية فلسطين، صاروا يحكموا على الزعامات وعلى الافكار على ضوء قضية فلسطين اللي عند الناس كانت مقدسة. تسقط القيادات او، ولذلك سهل جدا على اي فكرة او اي ناس انهم يركبوا هالموجة. ركبوا الناس الان تستنى، هذول ظلهم راكبين وما فيش اشي، فيش اشي. هاي المسيرة الطويلة. طب الصهر وفهمنا، وركبتوا باسم قضية فلسطين باسماء مختلفة وقيادات مختلفة، ركبتوا وبعدين هذول في الاخير صاروا يقتلوا الناس. ليش؟ لانه هو مبسوط وراكبك وانت بتقول له خلاص نزلت، تعبت انا كنت حمار لك من اجل فلسطين، بس انت مرقنا عن فلسطين وبعدك راكب. مين هدول؟ مين هدول؟ عملاء الاستعمار؟ يابا مكبرها من كذبة. في استعمار اسوأ منهم؟ طب ما في زماناتها، في زماناتها سنة 1945 فرنسا لما اجى الشعب السوري وقال بدنا نستقل احنا، ودخلت فرنسا وقصفت وضربت ودخلت البرلمان وتفاصيل. السنة اللي بعدها كانت مضطرة فرنسا تعلن استقلال، في 46 تعلن استقلال سوريا. هاي الاستعمار ما خذش يعني اكم شهر، ما خذش اكم شهر لما ناس صارت. وهي اليوم بتشوفوا انتو شو عم بياخذوا هدول. مكان الاستعمار موجود، كانت خلصنا منه من زمان. ثم هم الناس ليش بيكرهوا الاستعمار اصلا؟ واحد اثنين ثلاث عجيب، بس هذول واحد اثنين عشرة. مين هم هذول؟ مين؟ كيف كلك استعمار؟ يا حبيبي يا استعمار، وماله الاستعمار؟ لا يكون هو اساس التخلف، الاستعمار لا يكون هو اساس الامية. انو فيهم وصل بديش يصنع ولا يعمل اي شيء؟ انو وصل من هالكذابين وازال الامية من بلده، بس الامية يزيلها. انو في كوبا، في كوبا اللي ازال الامية، مش عربية كوبا، لا هي عربية ولا مسلمة، شيوعي اللي ازالها في كوبا، ما حدكش معاه يعني ولا اشي. الاستعمار بتعمر عليكم كمان في الامية. انو هالكذاب هذا اللي كان يرفع شعارات دايما وبيخوفنا من الاستعمار، واستنوا شوية قبل ما نحرر فلسطين، واستنوا شوية علينا، ما تقوموش وجوههم، هدول بدهم يحرروا، هدول بدهم ينقذوا الامة، هدول والامة ايش لا ارى. انو هو اليوم منهم فكرة او شخص له قيمة في ضمير الامة؟ طب كيف صار هذا الكلام؟ والله دفعنا اثمان صحيح، بس مسيرة هاي كلفت كثير، لان الامة اصلا كانت متخلفة، فيش وعي، عم تتعظ بالتجارب وبتغير حتما. وظنوش يعني اليوم الامة زي زمان ويمكن استحمارها. كل ما يحشدوا الان من اعلام وتفاصيل وتجتمع كل قوى الارض يزيفوا الفكر، ما قدروش يزيفوا الفكر، خلاص بنحل المشكلة. الامة بتحل مشكلتها على فكرة، فيش اشكال. الاشكال كان في وعي الناس، ولذلك اليوم مين بدعم الظلمة هون وهناك؟ المتخلفين. بتقولوا اللي في منهم بفهم، هي المنتفعين اللي بايعين، بتقولوا اللي في منهم اللي بايعين حالهم للحضارة الاخرى، وبيشعروا انهم غرب بين المسلمين والعرب، بيشعروا انهم غرب. هذول هم المتخلفين، ها، اللي بايعين حالهم
اللي بيشعروا انه هذه مش امتهم. طب ما هم مش مهونة في الاشكال، كلنا ولد ادم، مش قضية، كلنا ولد ادم من اهل المبادئ. بتجد من الدول اللي بيسموها مش عربية ولا اسلامية، في ناس اهل مبادئ تلتقي معهم انت واهل قيم، بس انهم هدول، هدول مين هم دول؟ ايش يعني مولودين في بلادنا؟ مولودين في بلادنا هدول شو يعني؟ ايش بيعني هذا انهم مولودين في بلادنا؟ طيب هذا مثال. قلنا سوريا، انتوا احنا نتكلم عن سوريا، قلت بقولت لكم دخلوا البرلمان، دخلوا البرلمان، هو كاين فيه في سوريا في 46 برلمان، كان في برلمان، وكان في مصر برلمان، وكان في تعدد احزاب، وفي ليبيا كان الملك ماشي في هذا الباب، اول ملكية بتتجه نحو ملكية دستورية مشان تسليم الشعب. وين راح هذا؟ قاموا عليه كلهم باسم ايش؟ باسم تحرير الاوطان. طب هينا الان شو عملوا هذول اللي قضوا على تعدد الاحزاب والحياة البرلمانية في سوريا، في مصر، في ليبيا، والشعب الجزائري اللي بيدفع مليون شهيد مشان حريته لحد اليوم بيجيبوه على كرسي مشان يكون، مشان يقولوا للناس شوفوا اللي بتسموه ربيع عربي هايو، هذا احتقار للناس، يخرب بيتهم. طب جيبوا واحد واقف على رجليه، غيروا الصورة شوية، شو القصة؟ مين هدول؟ مين هدول؟ شوفوا. لذلك يا لابد أن يعاد النظر في تاريخ هدول كلهم، ما أستثني أحد. شو قصتهم؟ بدنا نفهم ليش لما استلموا الأم بترجع. لما قامت الثورة في الصين قديش يعني 59 49، سنة 49 كانت الصين بلد متخلف، وين وين مصر؟ انتوا بتصدقوا هالكلام انه لا لم تكن الصين توزن بمصر باي حال من الاحوال، بل متخلفة جدا لحد 49 1949. وين الصين الان؟ وين مصر؟ وين مصر؟ ايش القصة؟ وسبق قلنا لكم لما استلم مبارك في مصر كانت ماليزيا بلد متخلف، لا شيء امام مصر. ماليزيا بعد ما خلص مبارك واذا به مفرخ، مفرخ ايش؟ كائنات ما تنتمي لاي حضارة، ولا بيعتز احد يقول هذول بيقربوا لي، لا كفار ولا مؤمنين. وانتم بتشوفوا، قاعدين بتشوفوا شو كانين يصنعوا هذول، شو بفرخوا كاينين، شو هالشجرة الخبيثة هاي. بس الأمة دير بالكم، هذا كله كل ما طالت المسيرة الزبد بيكبر وبيبين، بيكبر وبيبين الزبد. إذا ما كانش بطول المسيرة بالشدائد اللي توقع. أما أم بترجع لورا بيكذبوه، بدهم إيه؟ بدهم يخلونا نيأس. الوحدة العربية شوفوا قامت الوحدة 1958 تمام، استمرت 3 سنين وشوية، وأكثر من 200 يوم يعني تمام. الوحدة العربية وقاموا بعض الناس بانقلاب وصار فهمنا مع مين الحق. كيف صار الانفصال؟ هو في طرفين، في طرفين. الأمة إذا بدها تستفيد دروس تحاكم الطرفين وتشوف ليش هذه الوحدة ما صارتش. طيب في 63 وصل حزب البعث للسلطة في سوريا، وفي 63 وصل شوية في العراق حزب البعث، وبعدين الوحدوي، بعدين رد رجع في 68 في العراق،
ومن 63 ظل مستمر لليوم في سوريا. والحدود وحدة بين العراق وسوريا. وأصلا قيام الحزب البعث من أصله من أجل الوحدة العربية وبلدين محادثات، والوضع الدولي كان بيسمح والتوازنات الدولية بتسمح، ووصل الحزب نفسه في الحكم هون وهون. شو عملوا هدول؟ عملوا رفعوا شعارات. أنا بديش الشعارات هون هون هون. إيش صار؟ اللي صار إنها أغلقت الحدود 15 سنة بينهم، وما انغلقتش مع تركيا ولا مع إيران ولا مع أي بلد ثاني، إلا بينهم حزب واحد أصلا قايم من أجل الوحدة. في 63 مشان بدال صفعة الانفصال اللي صار، اجتمعوا قادة العراق وسوريا ومصر، اجتمعوا مشان شو؟ وحدة ثلاثية، جمهورية عربية متحدة. كلام سبق قلته بس جيد اقوله حتى تعرفوا ايش هذول الناس. في مجلة اسمها الازهر، شو اسمها؟ الازهر يعني دينية. لما قامت الوحدة الثلاثية في نيسان 1963 كتب شخص، الان بلاش اسماء، كنت اذكر اسمه زمان بلاش مات مية زلمة، كتب افتتاحية الازهر يمجد في الوحدة الثلاثية نيسان 1963. شو بقول؟ هذه الوحدة اخلد ادوم من الوحدة اللي انشأها محمد، لانه محمد صلى الله عليه وسلم وحدة عقائد، هاي هون وحدة اشتراكيات ومصالح وبطون، واقوى من وحدة اللي انشأها صلاح الدين. ليش؟ هذيك عسكرية قال اخلد من وحدة صلاح الدين. يلا يخرب بيتكم، ولكم قولوا قولوا على خطى محمد على خطى صلاح الدين، ايش يضر؟ ايش يضر؟ يكذبوا. قولوا هذه وحدة على خطى محمد، هذه الوحدة على خطى صلاح الدين. بعدين استمرت يعني الوحدة عدد من اعداد المجلة، يخرب بيتهم. اصلا لحد الان مش عارفين الناس وين انتهت. ليش؟ ما قامتش من اصله الاخلد والادوم. ولا رحت دورت على العدد اللي بعده مشان اشوف شو بقول، لقيت وبيعتذر. تعتذر ليش يا اخوي؟ قال مش قصدي. ماذا مش قصدك؟ بتعتذر ليش؟ ماذا مش قصدك؟ قبل 67 بشوية صغيرة مجلة جيش الشعب السوري شو بتقول؟ قبل 67 الله جيش الشعب، شوف مكذبهم، جيش الشعب يعني هذه الشعارات سهلة، ما انتوا شايفين جيش الشعب، تمام؟ جيش الشعب السوري مقال انه الله الان في المتحف، خلاص فيش الله في المتحف، الله يخرب بيتهم. لما قامت الحرب رقم قياسي ناسي جينيتس ناسي، معركة تنتهي بثلث دول خلال ساعات، ولكم يخرب بيتكم. طب قياسي في الهزيمة، بس كيف قدرتوا تقطعوا سينا هاي بهالسرعة هاي؟ كيف قدرتوا تنهزموا بهالسرعة هاي؟ رقم قياسي. طيب وبعدين؟ وبعدين ظلهم راكبين. هم في الدول الثلاثة اللي انهزمت هزيمة قياسية، يعني العرب لأول مرة بتفوقوا على العالم كله. العرب اللي العالم كله خضع، هم نفسهم اللي قال الله في المتحف واخلد من صلاح الدين واخلد من وحدة محمد، اللي ورانا الله فيهم ايش؟
رقم قياسي في الهزيمة والجبن. افرض ضبط ملكوش سلاح انتو، ما كانش في توازنات دولية. طب ولكم قاوموا شوية، قاوموا شوية. لا، معناته لابد من دراسة التاريخ من اول ابو جديد. بدنا نفتح الملفات، لانه غرسهم لحد اليوم موجود. وهو هذا الغرس الخبيث اللي الان بقتل الشعوب، هو نفسه ما تغيرش ولا ايش لعلمكم، هو نفسه الغرس اللي بقتل الناس اليوم. طيب انا الان بوريكم كيف المسيرة بتغير في افكاركم شئتوا ولا ابيتوا، وانه المصائب بتوعي الامة. في وعي في الامة انتهى الموضوع على فكرة، ما بتخافش عليها. الان اللي بيحاولوا يفهموكم اياه انه هذول لا، مثلا تعال في مصر، في مصر اللي لما بيقول لك الان الشعب كله مع هذا اللي بلاش اسمه بلاش اوسخ فمي اللي معاه. طيب ما هو حاول في الدستور يحشد من هون ومن هون ومن هون، يحشد الناس مشان ببين بين في موضوع الدستور. وين اللي بتقولوا عنه؟ وين اللي وين وين جمعوا لك كم واحد يعني هون في ساحة؟ المنتفعين اصلا اكثر من هيك بكثير، المنتفعين اكثر من اللي بيجتمعوا في الساحة، والجهلة واللي مش فاهمين اصلا شو دينه. في ناس فيهم مش عارفين الاسلام بعدهم، في ناس مش عارفين مين محمد. بس العبرة وين؟ اياكم تخدعوا الامة. لا الامة لا، وعي مختلف. خليني اجي ل 79 قامت الثورة الايرانية. انا بعطيكم امثلة حتى تشوفوا كيف قديش بتتغيروا انتوا قاعدين نحو الصح. في 79 قامت الثورة الايرانية، ممتاز، ايدها قطاعات كاسحة من الشعوب العربية. انسى الاسلامية، ما عملتش دراسة. تأييد كاسح حصل ولا ما حصلش؟ يعني لو قلت 90% من التأييد لإيران لما قامت الثورة الإيرانية حدا بيقول لي غلطان، ولو قلت 95 مش رح تقولوا لي غلطان. من الشعوب العربية أيدت الثورة الإيرانية، متدينين وعلمانيين وكله. ليش بتأيد؟ ما هدول شيعة. في بعض الدول اللي بدأت تقول لك أنا بعرف الشيعة وتطلع كتب. ما هو العبرة ليش بطلع الكتب؟ هو مش بدوش الشيعة، هو خايف على حاله. طيب قامت الحرب بين العراق وإيران، طب العراق عرب وسنة كمان بحكموهم سنة، وإيران مش عرب فرس وشيع. خلال 8 سنوات في الحرب ضمائر الشعوب العربية وين كانت؟ مع إيران. 90% ولا أقل بأيدوا إيران، وناس ثانيين بلطموا على حالهم بقولوا لهم لكم مش عارفين. انت الناس بتعرف لو بتعرفك صادق يلي بتقول، ما هو لأنها أجت من واحد راكب برضو على شعبه مش هتصدق الناس، الناس بتصدق الصادق. تمام؟ طيب انتم كنتوا تأيدوا ولا ما كنتوش 90%؟ ايران حاولت. طب الدول الاستعمارية ليش ما نجحت تخلينا ان نكره ايران والشيعة؟ ليش ما قدرت، ما قدر الاستعمار خلال من 79 8 سنين معارك وظلت ماشية والناس تمام في الموضوع لعند ما دخلت امريكا العراق؟ قال كن قلك الاستعمار بده يفرق بين المسلمين، ما قدرش يفرق بين المسلمين الاستعمار. اعطوني قبل دخول العراق انه الاستعمار كان يعني قادر يفرق بين مسلم وشيعي، اعطوني. محمد حسين فضل الله في كتاب إله، طبعا ما هو مرجعية، هذا مرجعية شيعية كبير، كان توفي محمد حسين فضل الله، إله كتاب مقدس والمدنس، اللقاء معاه
لقاء معه المقدس والمدنس، بده يبري ايران من احتلال العراق. شو قال حزب الدعوة اللي هو الدعوة الإسلامية؟ قال حزب الدعوة الإسلامية العراقي الشيعي اللي منه الجعفري واللي منه المالكي، المالكي اللي بحكم الآن، بقول الآن بده يبري مين؟ إيران. بقول إنه ذهب حزب الدعوة يعني مشايخ، يعني شيعة مشايخ مش شيعة علمانيين، مش الجواسيس العلمانيين، راحوا لإيران. هو بقول في كتاب المقدس والمدنس قالوا لإيران بدنا نستدعي أمريكا لإسقاط صدام، شو رأيكم؟ فبقول وبهكذا بهذا الشكل بتكون برئت ذمة إيران. شو بقول؟ إيران قالت لهم أنا لا بقول أه ولا بقول لا. شو بقول؟ هو شو اسمه المغني هذا اللي بقول ما أقدرش أقول لا ما أقدرش أقول أه؟ شو اسمه؟ فريد الأطرش. أه صحيح. ليش يا أخوي لا بتقدر تقول أه ولا لا؟ طب ما هي فتوى، هاي يعني أه، لأنه هو الأصل لا. وجابوها لأنهم عارفين إنه أمريكا بتطلع، وبعدين ودورهم الآن موجودين هايهم بحكموا وبقتلوا. ولأن الناس قاومت أمريكا قتلوها، قتلوا الناس لأنهم بقاوموا أمريكا، قتلوا الناس لأنهم بقاوموا أمريكا. انكشف إيش انكشف؟ بدأت الأمة إيش هايكم؟ إذا مش عن طريق الوعي بتفهموا، تفهموا بالدماء ومما يوقدون عليه في النار. شفتوا إيه؟ بدأ ينكشف. بس إيش بعدهم الناس إيش مش متأكدين، مش متأكدين من إيش؟ من الطعنة والخيانة. أيدناكم طول هالسنين وحتى ضد العرب وضد السنة، وما اعترفناش بفرق بين شيعة وسنة، وفي الأخير الخنجر هيك في ظهر الأمة وكملوها في سوريا. لذلك الآن انتهوا من ضمير الأمة، انتهوا من ضمير الأمة، ولن تكون لهم رجعة بعد هالخيانات. طب الأسد وفهمنا، ما تبوا تقولوا إحنا بدنا دولة إسلامية، يعني الأسد إسلامية، يعني ما قاومش الدين، يعني ما قتلش المسلمين، بتقاتلوا مع ليش؟ أيوة قولوها قولوها، ديننا غير عن دينكم. هم يقول هم بيقولوا هيك، خلاص فهمنا، فهمنا ليش تقتلوا المسلمين. بعد هيك أنو تافه بيجي بقول الاستعمار بده يشق صف المسلمين سنة وشيعة. الاستعمار ما قدرش، اللي قدروا هم لما مفترق طريق والتقية اللي بيستخدموها دائما اظهر طعنوا اول طعنة، طعنوا اول طعنة في ظهر الأمة. أعوذ بالله، معقول هو؟ معقول هو اللي بطعن؟ قال لك خذ الثانية واسمعوهم، خذ الثانية. مسيرة ونار كشفت. بيعودوا هذول يقولوا احنا مسلمين، ويا حبايب انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، انكشف 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 القضية. والآن الناس بتبحبش اصلا عن عقيدتكم شهي، الآن بتبحبش، لانه اللي عملوها مش العلمانيين، اللي عملوها مش الكفرة، اللي عملوها كهنة الشيعة. اذا بدنا نفهم شو الشيعة معناته. وانا من الناس اللي بتعرفوا، كنت على المنابر اقول لك نفرق بين وبين وبسياسة وكذا. ها ها هاي تعلمنا، تعلمنا بايش؟ بخيانتهم. الاستعمار، بريطانيا اللي خلتنا نغير رأينا، امريكا، فرنسا، مين اللي قدر؟ هم بس اللي قدروا يغيروا رأينا. والكذابين اللي بتكلموا عن استعمار ودائما بحطوا على الاستعمار، وفي الاخير هم اسوأ من الاستعمار، اسوأ من الاستعمار. طيب واليوم، اليوم لو جينا سألناك شو رأيك في الإعلام، الإعلام بشكل عام، الناس صارت حذرة، صارت تفهم،
صارت تعرف الإعلام أنه عبارة عن سياسات موجهة وراها ما وراها من علماء نفس علماء اجتماع والتفاصيل وكيف بدنا نقولب الأمة. معناته أصبحت الأمة حتى في الإعلام اليوم محصنة أكثر من أول. الأول كانت الأمة العربية كلها تخضع لقول واحد يقول لهم قوموا اقعدوا. اليوم أنه يقدر هذا شو هو؟ هذا وعي. والأمة راح تحاكم كل هذا الأفكار هاي تحاكمها بتسقط قاعدة أني فكرة بقيت كانت وبقيت اليوم. إذا الأمة ما رايحة على فكرة في اتجاه الصح. طب ما احنا بندفع من دمائنا ما هو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. أما الزبد فيذهب جفاء في النهاية راح يطرد ويبعد بعد ما كان في عبك كله هذا على فكرة ويغور كمش كن قال لك لا والله في كثير ناس بعي أنو ناس اللي يأيد وما يأيد الباطل. مين اللي يأيد الباطل هذا؟ اليوم؟ لا ضمير الأمة اليوم غير. كيف وصلت الأمة لهذا الكلام؟ دفعت أثمان. وفي النهاية ما هو مش الدنيا هي دار القرار، والنهاية انه انت افلحت ولا ما افلحتش. انت لما دخلت هالدنيا وخرجت منها صبرت سلكت صحيح، ضميرك كان ماشي صح، آمالك وطموحاتك وين كانت رايحة، كله هذا هو اختبار. وممكن على فكرة يكتشفوا الناس لما بتزول كل هالمشاكل هاي وتصير هالحياة مفتوحة هيك وبإمكانه يطارد زي ما بده، يقول لك أعوذ بالله مش هذه الحياة المطلوبة. حياة التحدي، لاحظوا حياة التحدي وحياة الصهر هي اللي بتصنع الأمم على فكرة. ليش أنا بتكلم هالكلام على فكرة؟ لأنه اليوم الظنوش تخاذل الزعمات هاي عن قضية القدس اللي هي بس إشارة واحدة من أي واحد فيهم. تعرفوا الأردن هذا بقدر يهدد إسرائيل الآن، بس ما فعلش هذا أصلا موجود طول عمره لتوازنات دولية، إله هدف، الوجود إله هدف. والانقضاض وين كان يتم دايما؟ والانقلابات يا أخوي اللي تأتينا بأشخاص ما ندري في النهاية، نتأمل بنقول هايهم بزرعوا في الأخير فيش شي لا يكون بتوقعوا انه بتظلوا من الناس يعني مصدقينهم. وفي ناس اليوم شو بيعملوا؟ الأصنام القديمة بحيوها، قال على أمل يخرب بيتهم متاسهم، هبل من زمان انتهى أمره، واللات والعزة انتهى أمرها. مهما تحاول تقيم أصنام القديمة انتهى الناس الآن الناس لا يمكن أن تعبد هذا الصنم إطلاقا. ويا ما راح تشوفوا كشفوا أسرار وحقائق شو كانت الأمة. بس المهم إنها تستفيد من هذه الدروس مشان ما تخدع. هو يخرب بيتهم ما أكذبهم، لكن قالوا إسرائيل أنتوا بتوصلوا في الشرف لزعماء زي بن غوريون في إخلاصه لأمته وفي عمله انه يمشي، بتحكوا لكم على واحد زي بن غوريون ولا بتحكوا عن موشي ديان ولا بتحكوا عن يستحوا على حالكم؟ هذول بالنسبة لشعوبهم شو عملوا لشعوبهم هذول؟ اما الان الزعامات لعلمكم زعامات اسرائيل اليوم زي جماعتنا يبشروا هذا هو صحيح. انا بدي افهم انت غير الشعارات شو بتتقن؟ غير الشعارة تتكن انت وطني انت مخلص، بس لما بتفهمش ايش هو يعني بيعني هذا. لكن نجيب اي واحد ونحطه في السلطة
ما انتو شفتوا هذا القذافي، كانت ليبيا المؤهلة تماما، والملك كان مصر انه يحولها الملكية دستورية وبرلمان وتفاصيل، ما صبروش عليه، قام عليه واحد ملازم هذا القذافي واسقطوا، وكان حبس رئيس وزرائه سنتين، ما ادري خلال السنتين طبعا انه كان محبوس ولا لا، بتهمش الزلمة لانه اخر رئيس وزراء كان قذافي على فكرة، اخر رئيس وزراء للملك كان قذافي، مش معناته متآمر مع قرايبه، لانه الملك كان برا لما صار الانقلاب، الملك كان برا لما صار الانقلاب، ورئيس الوزراء قذافي، تمام؟ يعني طب وباقي المملكات هاي هذا بالذات يعني هذا المجاهد السنوسي المجاهد اللي جاهد طويلا اللي فعلا جاهد هو اللي طوالي يعني وبعدها شفنا من 69 لعند ما سقط القذافي شو بقي عامل في البلد؟ أنو بلد يعني أعطانا صورة مختلفة، صدفة وأنتوا شايفين هذول في بعض دول الخليج شو بيعملوا، بدهمش يعني بدهمش حدا يتحرر، ليش يا أخوي بيجي الدور علينا، ليش أنتوا مالكم، شو إحنا مالنا مالهم اللصوص، مالهم هدول قولوا لي، والمشايخ اللي كانوا في عبكم وضحكين على الناس بطول اللحى وبكسروا الدشاديش انكشفوا ولا ما انكشفوش؟ ومنهم والله لما اسمع له في اليوتيوب ما ارى افجر منه، اذا خاصم فجر، بتخاصم ليش انت؟ بتخاصم الشعوب ليش؟ بتخاصم الشعوب لانها ثارت، طب ثارت وخلصنا، ثارت وتورطت، يا بتصف على جنب حتى تشوف كيف بده يحسمها الله، اما بتوقف مع الظالم اللي بتقول عنه كافر، اللي انت كنت تقول عنه، توقف معاه وبتصير تهاجم في الناس، الله فضحهم، مش راح تغني عنهم لا طول لحى ولا قصر دشاديش، وما اشترهم الخروج على الحاكم المسلم. وانا شفت واحد منهم في يوتيوب بيقول لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان كافر، طبعا ما الله كشفهم كله، يعني اذا انتم شايفين المسيرة بتتضح الصورة ولا بتلتبس؟ انتم شايفين بتتضح ولا بتلتبس؟ بتتضح. انا بعرف انه في ناس من اللي بيسمعوا الكلام الان بقصده بعدين لانه هذا بنتشر الكلام، لا يزال في قلبهم الاصنام قديمة، ولا يشوش اشكال، معناته لا يزال بدك تفهم اكتر لانه في ناس من اخلاصهم يخدعوا بسهولة، من اخلاصه هو شايف هذا بده قود، هذا شايف بده كذا، كثير من الناس على فكرة نتيجة اخلاص وحمية وتفاصيل، لكن ليش الامة تغيرت كثير؟ شو اللي غيرها؟ انتبهتوا الآية 17 من سورة الرعد؟ شو اللي غير البشر؟ ولذلك انتم مقبلين على صح، طب ما احنا بنعاني وبندفع ثمن وبيشككونا كثير وبيجعلونا، لحظة، اللي بيقولوا لكم اليوم هذه الثورات العربية وراها الاستعمار، يا حبيبي طب والله اذا وراها الاستعمار، طيب سؤال الآن بدي يسأل هذول الناس، مدام هذه وراها الاستعمار يجاوبوني على الأسئلة التالية، اولا لما صارت الاحداث في تونس وثم في مصر وثم في اليمن وسوريا وليبيا خلينا الان نروح على سوريا، انتوا يا سوريا يا حكومة قومية عربية ضد الاستعمار
اللي الجولان طبعا له سنين مش قضية الجولان ماشي واللي وزير الدفاع اللي قام بانقلابه سنة 1970 هو اللي اعلن عن سقوط الجولان قبل سقوطها بساعات اعلنوا في الراديو سقوط الجولان قبل سقوطها وزير الدفاع اللي قام بانقلابه الاسد 1970 طيب ماشي صدقناك نسينا انك اعلنت سقوط الجولان قبل سقوطها يا وزير الدفاع وكنت بانقلابك انت وزير انت ورئيس الاركان ومن يومها بتحكم انت واجا بعدين ابنك بالطريقة اللي شفناها لما شفت اللي بصير في ليبيا ولما شفت اللي صار في مصر وتونس شو عملت مشان بس هذا بدي اياه لانه هذول التافهين اللي بيحملوا الشعوب اللي بتصور بيحملوها مسؤولية مين هذول برضو اللي بي مين هذول اللي بيفهموش اسألوه انت لما شفت اللي شفته شو عملت شو عملت مشان الاستعمار ما يتدخلش جيت قلت اذا انا المشكلة تعالوا يا عقال الشام يلا السلام عليكم بعد ما نطمئن على انتخابات حقيقية زي ما كانت الانتخابات قبل ما توصل الاحزاب القومية ومنسلم الشعب مشان ما نسمحش لا الاستعمار يتدخل شو عملوا طب ما انت شفت الحرب في ليبيا مش متوقعها في سوريا واللي في الجزائر الوقحين هذول اللي جايبين ابو عرباي ليه وما تعبش من الحكم مش خايفين يصير انه الاستعمار يتدخل ويثور الشعب ويصير حرب مش خايفين شو بتعملوا مشان ما يصيرش في الجزائر معناته شو عملوا ما نسألش الشعب لا يمكن ان يسأل شعب يثور لانه 1 2 3 4 5 لا يسأل كل شعوب الارض بتختار حكامها يعني احنا ليش لا احنا ليش لا بعدين كانت الشعوب ماشية الاسلامية في اختيار حكامها ليش الان ليش احنا اللي ممنوعين من الكلام هذا وبيقولوا لي استعمار استعمار شو استعمار هاي شو استعمار 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 وفي النهاية بتحط الاستعمار في عبي في النهاية بتجيب قواعد عسكرية بتحطها وبالنهاية بالنهاية بتقول استعمار شو عملوا هذا اللي جاوبوني عليه شو عملوا الحكام هذول واللي موجودين الان واللي موجودين الان في السلطة في البلاد المختلفة شو عملوا مشان ما يصيرش والله تبع المغرب لقفها على طول وعمل انتخابات هيك وطلعوا خلص وقال لهم خلص اسمحوا اللي يطلع يطلع بس انا ملك المهم وإلي سلطاتي 1 2 3 4 يعني هذا بفهم اكتر شوية الصغير إيه طب وهذول شو قصتهم هذول شو قصتهم بتجيب واحد على العرباية يلخر بيتك وانت شايف شو اللي بصير في سوريا وشايف شو اللي بصير في مصر وشفت اللي صار في ليبيا وبصير وشفت اللي بصير في اليمن شو عملت مشان تنقذ شعبك من عدم تدخل الاستعمار وهذول الكذابين ولعلمكم نفس اللي كانوا ضد ايران في حرب عراق وايران كانوا مع العراق ضد ايران هم الان اللي مع ايران ضد هم نفسه كيف بصير الكلام كيف بصير الكلام وايش اللي بصير هذا ايوه كله بده يصير واضح هيك لكن وين الامور بتصير الامور بتصير صح بتصير صح بيدفعوا ثمن طبعا لابد من هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم